الإعلام يعني فضلا من أن يكون اجتماع مغلق وتفضل يكون ألغى مشروع هذا القانون العضوي من جهة أخرى الشرط العددي للمبادرة بالقوانين على ضوء أحكام المادة 143 من الدستور الذي خولت لكل من نواب وأعضاء مجلس الأمة الحق بالمبادرة باقتراح القوانين دون تحديد عدد معين من نواب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة للتوقيع عليها، مما يبين الإرادة السياسية للدولة في إشراك أوسع لأعضاء البرلمان في صناعة القوانين وترجمة تطلعات الشعب ومطالبه.